مدربينهم ليكمل الموسم. لكن تابع الان المرشدي بانجورا، اهداء اهداء اهداء، قبلت الهديه، قبلت الهديه من بانجورا اللي اراد تغيير الكثير فاصطدم بنتائج. شوف 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 حكم المباراه للعب، انطلاقه اماميه وهنا محاوله عند بانجورا، ما فيش حاجه، انفراد انفراد بانجورا بانجورا بانجورا، يا ولد يا لعيب يا لعيب. حكم المباراة قال ما فيهاش تسلل، وانطلاقة كانت من اسماعيل بنجورة. شوف هنا المراوغة، خدوا على الشمال وحطها باليمين، هنا التمريرة في خطورة، عرضية عرضية في خطورة عرضية، طلائع يهيئ الكورة وتسديدة، يا سلام نيمار يغير بطل المباراة ويخلص الفارق، يا سلام على لمسة من طلال. حمدان خطأ 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 كبير، خطأ كبير لمرتدة ملعوبة ذكية 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 من سوادي لبنجورا لبنجورا بنجورا بنج الله 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 يا الردو الله يا الردو. أمامية الآن، محاولة عند فاندر لويس، يصوب الكرة تمر بالرأس، الله 1-1 النتيجة أصبحت. لاحظ الكرة راسية ممتاز تقدم فيها ملائكة، وراسية الرشيدي مباشرة في المرمى. اليوم مدربا لمصر ليف الرائد منذ بداية هذا الموسم، كرة تصل عند عبد العزيز، مر وتقدم، مهارة عالية، مرور وعرضية خطيرة، الدوسري جول جول بفضل مهارة وسرعة عبد العزيز الدوسري. يا سلام يا سلام على التمريرة الرائعة